إحدى قارات العالم تتحرك وتغير مكانها، وبسرعة غير متوقعة تشوشت إحداثياتها لتضيع عن جي بي إس، وتواصل التحرك من مكانها، فأين تتجه؟ هل ستغير الجغرافيا أماكننا دون علمنا أو إرادتنا؟ الأمر اليوم تجاوز نظريات الجيولوجيين ليصبح واقعاً. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. أستراليا تتحرك من مكانها. أطلق خبراء وباحثون صفارة الإنذار، وجاءت تحذيراتهم هذه المرة غير مرتبطة لا بفيضانات أو حروب أو زلازل، وإنما قارة بأكملها تتحرك من مكانها. أبحاث مجال علوم الأرض توصلت إلى حقيقة مفادها أن القارة التي تقبع فوق الصفيحة التكتونية المصنفة الأسرع على كوكب الأرض تتحرك شمالاً بسرعة لم تكن متوقعة. أستراليا تغير مكانها منذ سنوات. تحرك قارة أستراليا وصل لدرجة أجبرت العلماء على تغيير إحداثيات الخريطة بفارق يصل إلى 1.5 متر، أي أن إحداثيات أي مكان بأستراليا قد تغير لباقي العالم بالفعل بنسبة 1.5 متر. إن ذلك يرجع إلى كون الصفيحة التكتونية القارية لأستراليا تتحرك شمالاً بمعدل 7 سنتيمترات سنوياً، مما جعل أنظمة رسم الخرائط لا تواكبها، وكذلك نفس الأمر بالنسبة إلى جوجل إيرث وجي بي إس، حيث تستند الخرائط وأنظمة الملاحة المعتمد عليها إلى الموقع الذي كانت أستراليا فيه عام 1994، مما استوجب تحديثات لمواكبة المواقع الجغرافية الجديدة. ومنذ فترة ومع تواتر الزلازل على كوكب الأرض بسبب تراكم الضغط بين الصفائح التكتونية، بات واضحاً ومتوقعاً أن يكون لها تأثير مباشر على تغيير بناء الكتل الأرضية وسطح البحر، وتستطيع تحريك القارات في لحظات. وعمل العلماء جاهدين على التحقق من موقع أستراليا في الوقت الحالي على سطح الأرض، في انتظار أن تنشر النتائج التي يتوصلون إليها قريباً. وتعمل أستراليا على تغيير خطوط الطول والعرض الخاصة بها بهدف سد فجوة زمنية بين أحداثياتها المحلية وأحداثيات نظم الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية جي بي إس، حيث تختلف القياسات المحلية والخرائط في أستراليا عن خرائط أنظمة الملاحة العالمية بفارق ملحوظ. وفي الوقت الذي يسير فيه العالم إلى الاعتماد بشكل أكبر على المسيرات ذاتية القيادة، فإنه بات من الضروري تتبع هذا، لأن تلك المركبات تحتاج إلى بيانات دقيقة فيما يتعلق بالمواقع لتتمكن من ضبط أجهزة الملاحة وتحديد الاتجاهات. وتوفر نظم القمر الصناعي الحديثة بيانات تساعد على تحديد المواقع اعتماداً على خطوط الطول والعرض الدولية التي لا تتغير حتى مع حركة القارات. ورغم ذلك، هناك دول عدة ترسم خرائط ومقاييس وفقاً لخطوط الطول والعرض الثابتة والخاصة بالقارات التي تقع فيها. وبسبب التحركات في القشرة الأرضية باتت تختلف الأحداثيات المحلية عن أحداثيات نظم الملاحة العالمية بمرور الوقت. وحذر العلماء من أن الاختلاف بين الأحداثيات المحلية والأحداثيات العالمية من الممكن أن يؤدي إلى مشكلات كبيرة، خصوصاً أن هناك جرارات ومعدات زراعية ذاتية القيادة تجوب المزارع في أستراليا، وتحتاج إلى إحداثيات دقيقة حتى تتخذ المسار الصحيح. وبفعل وجود قارة أستراليا على تلك الصفيحة التكتونية، فإن موقعها الحالي لم يكن نفسه قبل فترة من التاريخ. قارة أستراليا قديماً. لنفهم الوضعية الجغرافية لأستراليا لابد من أن نشير إلى أن الصفيحة الأسترالية هي صفيحة تكتونية رئيسة في نصف الأرض الشرقي، وإلى حد كبير في نصف الأرض الجنوبي. وكانت أستراليا في الأصل جزءاً من قارة غوندوانا القديمة،
فظلت متصلة بالهند والقارة القطبية الجنوبية لفترة استمرت إلى قرابة 100 مليون سنة. وعندما انفصلت الهند وبدأت في التحرك شمالاً، بدأت أستراليا بدورها والقارة القطبية الجنوبية قبل 85 مليون سنة في التصدع، إلى أن انفصلت تماماً قبل 45 مليون سنة. وبمرور الوقت اندمجت الصفيحة الأسترالية مع الصفيحة الهندية المجاورة أسفل المحيط الهندي لتشكيل صفيحة هندية أسترالية واحدة. ولم تنتهي القصة في هذا الحد، حيث أن مراجع ودراسات أخرى أشارت إلى أن الصفيحتين قد انفصلتا مرة أخرى لمدة 3 ملايين سنة على الأقل، وربما لفترة أطول. وتشمل الصفيحة الأسترالية قارة أستراليا بما فيها تاسمانيا وأجزاء من غينيا الجديدة ونيوزيلندا وحوض المحيط الهندي، كما تغطي القشرة القارية لهذه الصفيحة أستراليا بأكملها وخليج كاربنتاريا وجنوب غينيا الجديدة وبحر أرافورا وبحر المرجان. تشمل القشرة القارية أيضاً شمال غرب نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وفيجي. أما القشرة المحيطة فنجد بها جنوب شرق المحيط الهندي وبحر تاسمان وبحر تيمور. ويحد الصفيحة الأسترالية 6 صفائح بما فيها الإفريقية والأوراسية. ولكن كل ذلك لا يمثل خطراً بقدر ما يحصل على الجانب الشمالي الشرقي الذي يعتبر أكثر تعقيداً باعتبار أن صفيحة المحيط الهندي تندس تحت الصفيحة الأسترالية، مما شكل خنادق تونغا وكيرماديك وقوس جزيرة تونغا وكيرماديك الموازية. والأكثر من ذلك أنها رفعت الأجزاء الشرقية من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. من جهة ثانية، فقد تعرضت قارة زيلاندا التي انفصلت بدورها عن أستراليا قبل 85 مليون سنة إلى التمزق على طول حدود التحول التي يميزها فالق جبال الألب. وإن كل ما سبق ذكره ينطوي تحت ما يسمى بظاهرة الانجراف القاري أو زحزحة القارات. الانجراف القاري يعتبر نشاطاً جيولوجياً تتسبب به الصفائح التكتونية للكرة الأرضية وتترجمها حركات تكتونية، سواء كانت بالتباعد أو التقارب أو الاحتكاك ما بين صفيحتين، لتبدو في النهاية وكأنها تتزحزح عبر قاع البحر. ومن هنا طرحت نظرية ألفريد فاجنر التي تقوم على أن الأرض في بدايتها كانت مكونة من قارة واحدة كبيرة، أو ما يعرف بقارة بانجيا، ومحاطة بمحيط واحد. ومع تواتر السنين الجيولوجية انقسمت القارة الأم وتباعدت أجزاؤها. وإلى اليوم لم تتخذ هذه الأجزاء أو القارات موضعاً ثابتاً منذ أن تكونت الأرض. فعلى من الدور بعد أستراليا؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.